سوف نتعرف على طريقة وكيفية إلغاء الرد التلقائي على هاتفكم سامسونج. قم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إمكانية الوصول، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على التفاعل والمهارات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على رد على مكالمات وإنهاؤها، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على رد تلقائي. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.